بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب. السلام عليكم. عليكم السلام. كلي رشافاي. شافيتو ماشكم ده صار لشي بالشريفة 10 سنوات ما صرت تمشي سيب الألماني الآن تمشي بس داخلها إن شاء الله. الله يسبح. نعم نعم عبد الله. عبد الله تكردي أذكردم. يا مو كردام إن شاء الله قناة رسيت شيء دبي. أبي كردانا أبي كردي كا أبي كردا إن شاء الله أبغاها تمام يا نعم. استاد كيف إن شاء الله بلا ناس أدلهم فيه بس بيجوا بس نترسي كردستان. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا وننزل من القرآن ما وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أستاذي منذ 10 سنوات ما يمشي سيب ألماني إن شاء الله إذا لا يخاف يمشي. Er kann schon seit 10 Jahren nicht laufen, aber hoffentlich إن شاء الله mit Gottes Hilfe wird er jetzt laufen. 10 سنوات في المستشفى الأوروبية الألمانية الآن يمشي بشرط واحد لا يخاف، إذا يخاف ما ننجح. Hauptsache, dass er keine Angst hat. Er war schon seit 10 Jahren im Klinikum, er kann aber bis jetzt nicht laufen. إذا يخاف الآن ما يطيب، إذا ما يخاف مع 6 أشهر إن شاء الله بالسوق يشتري طماطم وخيار. Wenn er auch weiter nicht mehr laufen, aber wenn er keine Angst hat. وهذا علمنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا الله يا الله يا الله سيدة ورد ستيف يلا يا الله هسه ندرسها يلا ندرسها بابا ممشى جمع صلواتك كيف بدك تشوف ورا الله اكبر يا ترسا داي داي جبنا نابي سيد هذا السبقنا يلا ورا يلا في خداني بلنكا الله اكبر بلنكا داي يا الله يا الله يا الله يا الله اي الله اكبر الله اكبر داي داي الله اكبر الله أكبر شهيدي شهيدي وصل اللهم على محمد وآل محمد وعلى سيدة سيدة بيجا أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أربعنا كبيرة سيدة.